اولا يا فندم، اولا مساء الخير. اولا احب اقول لحضرتك انه احنا عاملين اطلس شمسي بيحدد الاماكن اللي فيها اكتر سطوع، وبنبان بتعتبر من الاماكن اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه اللي فيها سطوع كبير للطاقه الشمسيه، وبالتالي احنا ابتدينا بيها هذا الامر. اللي على فكره ديت الاطلس ده معمول من فتره من الزمن، واحنا ماشيين طبعا على ادخال طاقات جديده ومتجدده بصوره متزايده، فاحنا ابتدينا في المكان اللي يقدر يعطي اكبر كمية سطوع عشان نقدر ندي أكبر كفاءة لإنتاج الطاقة الكهربائية.